اللي حصل ان احنا كنا في السبق، وهي بتقول ان انا شتمتها وان انا جيت ادبي عليها وان انا زقتها وان انا رفعت دراعي وخبطتها، والكلام ده كل ده مش موجود في الفيديو. واصلا ان هي بتقول ان هي راحت شكت للحكم كذا مره وتقول ان انا بشتمها، ليه الحكم ما ادنيش انذار، ليه الحكم ما حذرنيش من كده. لا هي ما عملتش كل ده، هي انا اللي رحت شكيت للحكم من اختها ان هي عايزه توقعني، والحكم ادى لاختها 4 انذارات وطلع لها كذا مره ان هي عايزه توقعني. وبعد كده احنا جينا للفينش، احنا السبق ده كان 50 كيلو، ايوه تمام؟ فاللي حصل كل ده في اخر 50 متر، يعني انا هسيب 50 كيلو وهاجي في 50 متر اوقعها 50 متر الاخيره، واوقعها قدام الناس كلها، قدام الجمهور الواقف وقدام الكاميرا وقدام التصوير، مع ان هي معاها 15 كيلو، معايا انا 15 كيلو قدام، ولا عملت لها اي حاجه. طب ما انا كنت ممكن اذيها قدام لو انا عايزه اذيها زي ما هي بتقول، لكن انا ما فيش بيني وبينها اي حاجه، ولا احنا اصحاب ولا احنا زمايل ولا في بيننا عداوه ولا اي حاجه، ولا لعبت معاها غير سبق واحد او سبقين بس 2021، يعني من زمان. تمام، بتقول ان انا رفعت ايديها وزقتها. طب انا لو رفعت ايدي وجبتها وحدفتها على الارض، انا هقع معاها، يعني انا هقع ايوه معاها اكيد، مش هاذيها بالدرجه دي. ليه يعني بطوله الجمهوريه دي مش مؤهله للاولمبيات عشان اعمل فيها كده؟ حتى لو مؤهله انا عمري ما هاذي بني ادم. بعد كده بعد ما خلصنا وانا خبطتها من غير ما اقصد، والله والله العظيم انا اختل وزني، فانا سندت عليها، يعني انا سندت عليها من غير ما اقصد، وعلى فكره انا اللي كنت قدام مش ورا، يعني انا لو قدام هجبرها ازاي؟ ايوه هشدها. انت العجله اللي قدام مش اللي ورا. انا اللي قدام، انا اللي قدام. الفيديو مش موضح حاجه، انا مش بقول ان انا مش غلطانه، لا انا قلت ده يا شاهد، قلت الفيديو انا مش موضح غلطانه، اصلا وشكو. انا قلت تمام انا غلطانه، بس من غير قصد، من غير قصد. انا بسالها انا هعمل معاكي كده ليه، انا هعمل معاكي انت كده ليه. كم الشغف او انه حد يزق حد وكذا. حضرتك انا متاهله اتعلم رسمي ان انا اتاهلت يوم 15/4 لاولمبياد باريس، الحادثه دي حصلت يوم 28/4، يعني بصي كنت انا شاهد، انت اتاهلت. متأهلة 15/4/2023 لا رسميا رسميا، ما 24 شهر 4 اللي فات يوم 15، انا لعبت معاها وحصلت الحادثه دي يوم 28، يعني بعد ما النتيجه اتعلنت ان انا اتاهلت. فهمتك، يعني انت تأهلتي الاول بالفعل، انت كنت مؤهلة وبعدين حصلت الحادثة، مما يعني انه شهد ما عندهاش اي نية تأذي حد، لانها بالفعل مسبقا هي متأهلة ورايحة. طبعا كانت جنة او اختها حبيبة مش متأهلين زيك، مظبوط؟ بالظبط كده، بالظبط كده. بس هما يعني الكلام العكس، يعني هما اللي كانوا بيعملوا معايا كده مش انا، يعني هما اللي كانوا بيقفلوا عليا. اختها والله العظيم جنه في الفينش هي اللي شتمتني، ما انا والله العظيم، تمام؟ وده تراك وده طريق، يعني ما لهمش علاقه ببعض، ما فيش نقاط بتجمعهم مع بعض اصلا. ايوه بعد ما خلصنا هي وقعت، فانا كملت، يعني بعد ما انا خبطتها من غير ما اقصد، انا بعديها مشيت كملت، فالسرعه كانت عاليه 60 او 50 مش متذكره، فانا مشيت فعمل ملفات الكوبري ورجعت عشان اشوفها، لقيتها هي مشيت، لقيت الاسعاف اخدتها ومشيت. وبعدين المدرب بتاعي جه ووقف معاها، والمدربين بتوعتها ما رضوش، قالوا ما حدش يقف هنا غير اكتوبر. وبعد كده اكتشفت ان هي راحت بلغت في القسم وقالت ان انا متعمده ان انا اعمل كده، ومشروع في قتل وحاجات كده غريبه مالهاش دعوه بعلاقه الرياضه خالص. الاتحاد اداني عقوبتي وحاولنا ان احنا نتصالح معاها، هم مش موافقين، والاتحاد حاول يصرف عليها حق اللي هي بتقوله ان هي عملت عمليه وان هي عملت كذا وكذا وكذا، هي رفضت وما بتردش عليهم. وانا اخدت عقوبتي الضعف، انا اخدت عقوبه ضعف، اخدت 3 عقوبات. عقوبه ان انا خدتي عقوبات ايه قولي لي؟ اول عقوبه ان انا اتشطبت من السبق تماما، وان انا اتوقفت سنه محليا في الطريق، وان انا ادفع 100 فرنك سويتش، يعني يعملوا مثلا 5000 ماتش، يعني انا اخدت عقوبه بزياده من غير قصد. هو حضرتك انا يعني لو هي بقى تقول ان انا ما بعرفش العب عجل وان انا مش بطله وان انا ما انفعش، انا حضرتك بطله افريقيا 2 سنين ورا بعض، اول ما بدات وانا بطله افريقيا، انا عارفه اللي هم ما شاء الله، سنتين ورا بعض، انا عارفه، وبطلة العرب من أول ما بدأت، أنا عارف، وحطمت الرقم العربي والأفريقي ما شاء الله، في ال 500 متر في التراك برضو، وهي ما بتقول شاء إن أنا الله. ما ينفعش ألعبها، واتأهلت للأولمبياد.
انا عندي واحده عندي 19 سنه وبابقى عجل بقالي 3 سنين، وعمر ما حد سمع عني حاجه غير كل خير وان انا بطله وبكسب والحمد لله بمثل مصر. الحمد لله. ليه؟ عشان مثلا فيديو صغير او حاجه مش قصدي اعملها قد كده تشوه سمعتي وان انا بطله وعندي 19 سنه وان انا في جامعه ودراسه واهلي ويعني والدنيا كلها، خلت كرامتي في الارض وتقضي مستقبلي. يعني انا دلوقتي لما اجي مثلا ابطل عجل واشتغل اي حاجه او فريق يعوزني هيبقى ايه؟ هيبقى مثلا ان انا قاتله لا ورحت طبعا، قست. لا لا طبعا، لا لا. بصي عشان كده وهي قولي وهي حبيبي. اثرت نفسيا، نفسيتي متدمره دلوقتي بسببها. ليه؟ لان انا كان نفسي اعمل حاجه كويسه، ماشي اخير وكل حاجه، بس كان ممكن كنت اخش من اول 10، ممكن كنت اجيب ميداليه. ليه؟ مش مستحيل، طبعا ما فيش حاجة مستحيلة طبعا. بس هي يعني دمرتني وخلت كرامتي في الارض. لا انا اسفه في الكلمه، هي قفلتني من اللعبه لدرجه ان انا بفكر ابطل. لا طب انت ليه بطلتي؟ مع اني بحبها جدا وكان نفسي اعمل حاجه كبيره جدا في مصر، ان شاء مش الله شرط تعملي. الاولمبياد دي، ممكن اللي بعدها، يعني كنت هبقى حاجه كويسه.